الترهلات اللي بتحصل مع السن اللي في كفولنا مشكله مزعجه جدا يعني. بس يا ترى هل هي تجميل ولا وظيفه؟ احنا دايما بنقول لكل شخص حصل له ترهلات في الجسم، علاج الترهلات للامانه هو وظيفه قبل ما يكون تجميل، بمعنى ان كل ما زادت الترهلات والكرمشه كل ما زاد الحمل على الجفن ونزل لتحت، وكل ما بقيت عايز اعمل مجهود اكتر عشان اقدر اشوف، فتلاقي الشخص رؤيته ضعيفه وبيصدع اخر النهار وبيعمل مجهود اكتر عشان يقدر يشوف. فعلاج الترهلات والانتفاخات حوالين العين ما هياش بس تجميل، لكن في جزء كبير منها هو عباره عن شيل حمل عن الجفون عشان الجفون تقدر تشتغل بشكل احسن، وبالتالي يتحسن النظر وتتحسن الرؤيه عند الشخص ده. علاج الترهلات والانتفاخات حول العين مش بس تجميل، لكن هي حاجة مهمة لأداء العين ووظيفتها بشكل أحسن وأحسن. شكراً.